أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. What?